قوله: إن المؤمنين المتقين على بغي منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم، ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن، وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم، وإن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم، وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا، وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا، ولا يحول دونه على مؤمن، إنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا يرضى ولي المقتول، وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه. وإنه لا يحل لمؤمن أقر بهذه الصحيفة وآمن بالله وباليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه، وإنه من نصره أو أواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل، وإنكم مهما اختلفتم بشيء فإن تردوه إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وإثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته، وإن بطانة يهود كأنفسهم، وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم. وإنه لا ينحجز على ثأر جرح، وإنه من فتك فبنفسه فتك، وبأهل بيته إلا من ظلم، وإن الله على أسر من هذا، وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الله على من اتقم في هذه الصحيفة وأبره، وإنه لا تجار قريش ولا من نصره، وإن بينهم النصر على دهم يثرب، وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم، وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر الحسن من أهل هذه الصحيفة، وإن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه، وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره، وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم، وإنه من خرج آمن أو من قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم، وإن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا معشر اليهود في المدينة، يا بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع، هل ترون عهدا أوضح وأفصح من العهد الذي قرأت عليكم من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يا معشر اليهود،
أنتم على دينكم ونحن على ديننا، نبينا وقائدنا محمد نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأرجو الموادعة والطمأنينة منكم ولكم. فهل تقوم دولة أو يحيا قوم بدون شرائع تنتظم حياتهم فيما بينهم وبين غيرهم من الأقوام؟ لا. فهذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عهدنا الذي نمضي عليه حياتنا ومعاشنا وعلائقنا بين الناس من أهل دين وجوار. وآخر قولي هذا يا معشر يهود، لا تخرقوا هذا العهد، لا تخرقوا هذا العهد، فإن له صادعون. يا رسول الله صلى الله عليك وسلم، إن أخانا أسعد بن زرارة لاقى وجه ربه الكريم كما قد علمت، ونحن نبني هذا المسجد، وكان نقيب بني أمامة من الخزرج، وقد أتوا إليك لتختار لهم نقيبا، وهم بحكمك راضون راغبون، لا يخرجون عن أمر رسول الله. يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني أمامة، رحم الله أسعد بن زرارة، كان نقيبكم وذهب إلى بارئه ادعاه إليه، أفلا ترضون أن أكون نقيبكم؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هنيئا لكم يا بني أمامة، والله إنها لمكرمة ما حصلت لسواكم. هنيئا لكم يا بني أمامة. بارك الله لكم نقيبكم يا بني أمامة، والله إنها البشرى، وأنتم خير أهل الأرض نقيبا. هنيئا لك يا أبا بكر، هنيئا لك يا صاحب رسول الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنك الصديق. يا محمد، لقد صرت سيد يثرب بمن فيها، وضعت لذلك شريعة مكتوبة، من خرج عليها عوقب أشد العقاب. ماذا تفعل يا ابن أبي؟ ماذا تفعل يا ابن أبي؟ تتنازل عن تلفك لمحمد؟ أتستسلم؟ يا محمد، لقد أخذت مني تاجي وسلطاني، فردها علي. وهل أخذ الملك إلا بإحدى خلتين، بالسيف أو بمشيئة الناس؟ ما أشقاني من ملك لم يتوج ولا يسمعه قومه، بل هم مصغون بكل جوارحهم إلى محمد، إلى محمد. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل يا ابن أمي؟ ماذا تفعل؟ يقول أبو قيس وأصبح غاديا: ألا ما استطعتم من وصاتي فافعلوا، فأوصيكم بالله والبر والتقى، وأعراضكم والتقى بالله أول، وإن قومكم سادوا فلا تحسدنهم، وإن كنتم أهل الرياسة فاعدلوا. من هذا الذي يدعو الناس إلى التقى يا عبد الله؟ هذا أبو قيس بن أبي سرمة، إنه والله يدعو الناس إلى أمر حسن، لكأنه ينتظره من زمان طويل. هذا أبو قيس الشاعر، كان قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح وفارق